هتقول ايه النهارده بعد فوز منتخب مصر بثلاث اهداف على منتخب ليبيا واقتراب صعوده لكاس العالم؟ بنقول الحمد لله وبنشكر الجهاز الفني الجديد. في اداء، في نتيجه، في شكل في الملعب، في روح اللعيبه، تحس ان الموضوع اتغير 180 درجه يعني. لعيبه المنتخب النهارده ادوا اداء حلو جدا برغم صعوبه ارضيه الملعب، لكن يعني واجهنا فاجئنا مستر كروش ان هو لعب بخطه هجوميه، ما لعبش بخطه دفاعيه زي ما الناس كلها كانت بتقول، فدي جراءه من الكوتش وان هو مدير فني كبير جدا. دلوقتي عارف تلعب، حتى في الملعب مش احسن حاجه، بس انت عارف تلعب، في لعب واضح للمنتخب. انا اسف يعني ايام حسام بدري ما كانش فيه الكلام ده. في الجزائر، في المغرب، هنصعد هنلعب نيجيريا، كوت ديفوار، اي منتخب من دول اقوى مننا. معلش في عناصر احسن من دول بكتير يعني، واحد ما خدش قفشه، واحد قال محمد شايف. لا الحمد لله على الثلاث نقط وان شاء الله جاي احسن، بس هو المفروض يعني مع عبد الله سعيد مش في احسن حاجه، فالمفروض من الماتش الجاي مثلا يجيب قفشه وكده، ومحمد شريف برده لازم يكون موجود. اداء بالنسبه لمنتخب كبير زي منتخب مصر اداء متواضع جدا، وكابتن عبد الله سعيد وفي كذا حد غير عبد الله سعيد ما ينفعش ان هو يلعب اساسي، في ناس احسن منهم 100 مره صراحه. باذن الله المحاكاه دي تبقى احسن، بس اهم حاجه بس ايه يعني يركز مع اللعبه اكتر، عشان عبد الله سعيد زي مثلا كان المفروض يخرج بدري شويه، يعني مستواه مش لايق اصلا. قفشه كان المفروض يبقى موجود يلعب بدل عبد الله سعيد، هو واخد صنع لعب واحد بس دي حاجه المفروض يركز فيها، بس اداء حلو واحسن من الاول بكتير.